اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. احنا اتكلمنا قبل الفاصل على حاجه مهمه جدا بتحصل دلوقتي في العالم مش هنا بس. قد ايه عرفنا بقى اهميه المناعه؟ المناعه هي الجيش الرئيسي بتاعنا. المناعه كلمه عامه جدا جدا، مش كلمه عامه كمان، احنا يعني كلمه استخدمناها بشكل الفتره اللي فاتت، يعني في بعض الناس استخدمتها بشكل انا مش عارف، يعني المناعه خد دي وهتبقى زي الفل، خد ده وهتبقى زي الفل. طب يا عم على ان اساس انت بس ما نمتش دعوه، احنا ظبطنا وبقينا 100 100. خدوا بالكم، لو انا دلوقتي باخد حاجه عشان اخس او ما اخس فبيبان، لو انا دلوقتي عندي برد فباخد حاجه او ما باخدش فبتفرق معايا، لكن حاجه على المناعه انا هقيسها ازاي؟ هخش جوه الجسم هقيس كرات دم بيضاء ولا كرات دم حمراء ولا هعمل ايه ولا ايه؟ الموضوع اصبح يعني بشكل كبير جدا مبتذل. النهارده في الفقره دي احنا عايزين نتكلم في ازاي استثمر في مناعتي. انت بتستثمر في فلوسك، استثمر في عيالك، استثمر في نفسك، طب استثمر كمان في مناعتك عشان خاطر تنفعك في يوم زي ده، يوم محتاجين المناعه بشكل كبير جدا. لما نيجي نتكلم عن المناعه في تخصص مهم جدا اسمه التغذيه العلاجيه. التغذيه العلاجيه لان 90% من المناعه احنا هنلاقيها في التغذيه، وللاسف في الايام دي ما بقيناش نتغذى كويس، فعشان كمان لازم ناخد حاجات تغذينا وتغذي مناعتنا كويس. معانا دلوقتي الدكتوره سمر حمدون، وهي اخصائيه التغذيه العلاجيه وعضو الجمعيه المصريه وعضو الجمعيه العربيه في التغذيه العلاجيه. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. اهلا وسهلا دكتور وائل، نورتينا يا فندم. ميرسي، ده نور حضرتك، سعيده ان انا معاكم النهارده. كل الشرف لينا والله. ميرسي. طيب احنا لما نيجي نتكلم يا دكتوره على زي ما حضرتك شايفه في كل الناس بتتكلم على المناعه دلوقتي، وطبعا زي ما حضرتك عارفه يعني ايه مفيش يعني نقدر نتشيك اب المناعه بجد، نقدر نقول الراجل ده مناعته كويسه ولا الراجل، يعني زي ما بنقول دلوقتي الفيروس يقول لك انزل وانت ونصيبك. بالظبط. مناعتك حلوه ومناعتك وحشه ما تفرقش في سن. خدت بال حضرتك ازاي نعرف حكايه المناعه وازاي نستثمر نفسنا ونستثمر المناعه؟ طيب هو المفروض من بدايه الموضوع خالص واحنا اتفقنا انه مفيش علاج، يعني اصبح انه احنا هننزل هنتعدي او مش هنتعدي. انا بس عايزه اوصل رساله لانه انا لاحظت النهارده وانا جايه في الطريق الناس اتعاملت مع الموضوع انه خلص. الموضوع ما خلص للاسف. هو الموضوع انه احنا بنحاول نشوف خطه تعايش، مش انه احنا خلاص خلصنا. هي الكورونا لسه موجوده والمفروض ان احنا ناخد حذرنا. ازاي ناخد حذرنا؟ عن طريق المناعه زي ما حضرتك ذكرت بالظبط. انا ما فيش قدامي جيش يدافع عني دلوقتي غير مناعتي. صحيح. لا في دواء ولا في فاكسين ولا اي حاجه، احنا معتمدين بس على المناعه بتاعتنا. انا داخل حرب واعزل. بالظبط كده، اضرب يا عم براحتك. هو الجيش بتاعتي المناعه بتاعتي. هعمل ايه بقى؟ فهي الفكره، فكره انا حتى يعني بالنسبه للعنوان بتاع ان احنا نستثمر في مناعتنا، احنا ما عندناش غير صحتنا. صحيح. لانه وقت ما الكورونا ظهرت اصبحت الفلوس مالهاش قيمه، بقت الثروه بتاعتنا الفعليه. حصل. انه انا لو صحتي كويسه مناعتي كويسه هقدر اواجه واقدر اكمل معركه من اجل البقاء. صحيح. حلو. مليون في المية. المفروض انه انا دلوقتي هلعب على النيوتريشن بتاع المناعه بتاعتي ازاي؟ بانه انا هتبع الخطوات الصحيه. مش منطقي انه انا قبل الكورونا زي بعد الكورونا، فلان دخل الكورونا وخرج منها زي ما احنا، لا احنا حاجات كتير اتغيرت في حياتنا، اولوياتنا، طريقتنا. فدلوقتي احنا هنغير كل حاجه بدايه من عدد ساعات النوم، لازم ننام 8 ساعات كويس جدا عشان هرمونات الجوع والشبع بتاعتي تتظبط، علشان ما اصحاش الصبح اكل سكريات اللي بتزود عوامل الالتهاب وبتخليني ادخل في انفكشن بسرعه جدا. هغير اسلوب الاكل بتاعي واهتم بفيتامينز زي ما منظمه الصحه العالميه نزلت في البروتوكولات العلاجيه بتاعتها، لازم نهتم بفيتامين دي، لازم نهتم بفيتامين بي والسي والزنك، هم دول اللي نزلوا في البروتوكول العلاجي للكوفيد من الدبليو اتش او ومنظمه الصحه العالميه. من الدبليو اتش او. فاحنا دلوقتي هدفنا انه احنا نتبع الاسلوب الصح، انام عدد ساعات كافي، ابعد عن التوتر والاخبار السلبيه. اغلبنا في الفتره دي فعليا محتاج ان هو يتعالج نفسيا بسبب الضغوط اللي اتحطينا فيها. فالمفروض انه انا هبدا اتعامل مع نفسي بشكل ابعد عن مسببات الاسترس والضغط والحاجات اللي هتخليني مناعتي تتدهور، وهبتدي اركز مع الفيتامينز والاكل بتاعي، طريقه الاكل، هاكل ازاي، هعمل ايه. يعني دكتوره احنا عايزين نصل لحاجه مهمه، ان خلاص الموضوع ما مش محتاج، انا اسف في اللفظ، مش محتاج يعني فتي، مش محتاج حد يقول لك لا خد دي وخد ده، لا الموضوع من منظمه الصحه العالميه واضح جدا جدا، يقول لك مناعتك هتقوى اللي انت تستخدم 1 2 3 4، من ضمنهم الزنك ومن ضمنهم الفيتامين سي. حابين حضرتك تقول لنا الاثنين دول بالذات ايه وضعهم في المناعه وازاي اقدر اخدهم؟ هو الحقيقه فيتامين سي من زمان، يعني هو زمان كان ابرد اشرب عصير برتقال، في الشتاء هو ربنا خلق البرتقال في الشتاء
عشان أدوار البرد اللي بتجيلنا وعشان مناعتنا وعشان سبحان الله كل فاكهة وكل خضار اتخلق للموسم بتاعه. سبحان الله. ففيتامين سي أساسي عشان تقوية المناعة. أنا عندي فيتامين سي في تو فانكشنز، وظيفتين هو شغال عليهم. شغال على الخلايا المناعية، إنه هو بيحسن المناعة، هو بيهاجم أي حاجة بتتعرض لجسمنا، بيزود قدرة جهازنا المناعي على المواجهة. وبالتالي زي ما درسنا كلنا في الكليات الطبية أنه أي حد عنده ديفيشنسي فيتامين سي كان بيحصل له بليدنج، نزيف في اللثة، صحة الجلد ما بتكونش قد كده، بيكون عنده زي تقرحات في الفم، بيجيله أدوار برد كتير جدا، ده الشخص اللي عنده نقص في فيتامين سي. تمام تمام. زائد أنه فيتامين سي مضاد للأكسدة مهم جدا جدا. يعني إيه مضاد للأكسدة؟ أنا طول ما أنا ماشي في حياتي بتعرض لحاجة اسمها ستريس، اللي هي الشوارد الحرة، الاسم بالعربي اللي هي الفري راديكلز. جسمي يعمل عمليات يطلع حاجات تقلل من عمر الخلية وتعرضها للأكسدة وتدمرها. أنا هشتغل إزاي على ده؟ بإن أنا أخد فيتامين سي. فيتامين سي مضاد أكسدة هايل، فطبعا لما أخد فيتامين سي هيزود من عمر الخلية وهيحافظ عليها من عوامل الأكسدة والالتهاب. من المنتجات اللي موجود فيها الفيتامين سي كسر هو الليمتلس؟ الليمتلس سي زنك. الليمتلس سي زنك غني جدا. ده موجود فيه فيتامين سي؟ سي وزنك. اللي على الهواء دلوقتي شايفينه؟ الليمتلس ده استحلاب، المفروض ان هو بيتاخد. الميزة اللي هو كمان استحلاب. لكل افراد الاسرة. والذوبان بتاعه والامتصاص بتاعه بيبقى سهل. بالظبط. يعني هو الفكرة كمان ينفع اديه لطفل زي الكاندي عادي ان هو هيتقبل طعمه. زي الملبس؟ المهم ان الطفل يكون اكتر من 6 سنين، هينفع لكل افراد الاسرة. تمام. ده بالنسبة للليمتلس سي زنك. ده من الحاجات اللي موجود فيها السي والزنك. الزنك بقى ايه وضعه في الموضوع ده؟ يعني الليمتلس ليه في زنك؟ يعني الزنك إيه؟ اشمعنى فيتامين سي وزنك؟ ما هو هي WHO لما قالت انه الزنك، منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية لما طلعت البروتوكول قالت انه الزنك مهم جدا. لو احنا نتكلم بقى بشكل علمي، اوكي، انه ليه الزنك؟ الزنك بيدخل معايا في بناء الخلايا، وبيدخل معايا في حاجه اسمها الهيلينج، الوند هيلينج، لما انا اتعور او حاجه الزنك بيكون. تمام. البروتينز اللي بتعمل الهيلينج، يعني الشفاء. جزء مهم في عملية الجهاز المناعي والمناعه بلس انه بيدخل في الانزيمز. فكره التفعيل نشاط الانزيمز، 100 انزيم في الجسم بيدخل في زياده نشاطه فيتامين الزنك. تمام. الزنك ده بالمناسبه معدن، السي ده فيتامين، عشان الناس تعرف تفرق. يبقى في فرق ما بين معدن وفي فرق ما بين فيتامين. معادن وفيتامينز، لكن هنا الليمتلس سي زنك المفروض ان هو بيجمع ما بين الاثنين، سواء الفيتامين يعني كومباينيشن او حاجه ما بين السي ما بين الزين. ودي حاجه جميله جدا، بتعمل افكت كويس جدا على المناعه، بتزود المناعه. طيب خلينا نرجع لحاجه مهمه جدا برضو، ال WHO او المنظمه الصحيه العالميه بتتكلم عنها، اللي هي الحاجه اسمها الار دي اي. خليه برضو المشاهد يفهم معانا ويقرب قصه الار دي اي يعني ايه. طيب، هي بالنسبه للار دي اي، ودي انا حابه اتكلم فيها جدا لانه حصل عدم ضمير رهيب الفتره الاخيره. الاول نعرف يعني ايه الار دي اي بالعربي. هو الار دي اي هي ريكومندد دايتري الاونس، اللي هي الجرعه اليوميه او الكميات اللي جسمنا محتاجها عشان تو فانكشن، يقوم بوظيفته بشكل مظبوط، لنسبه 98% من الاشخاص الذين يتمتعون بصحه جيده. يعني دي اقل حاجه جسمي يشتغل بيها، مش اقل حاجه. مش أقل هو حاجة. اخد شريحه، قال ان 90% من البشر محتاجين لهذه الكميه حتى يقوموا بوظائفهم، بشرط ان هؤلاء البشر يتمتعون بصحه جيده. كويس جدا. اذا انا لم اذكر المرضى في هذا التعريف. يعني نتكلم بنسبه 90% من الناس، هي دي العادي اللي ماشي في الشارع بالنسبه له، هذا التركيز هو مناسب جدا ليه. بالزبط. لعملياته الحيويه، هو يعيش ويبقى زي الفل. ويفانكشن 100%. كويس قوي. زي الفل. هنتكلم في جزئيتين في الحته دي. الجزئيه الاولانيه، ازاي اعرف ان انا خدت الكميه اللي انا بالنسبه لي ساتسفايد وان انا اقدر اعيش بيها كويس جدا؟ هم مطلعين ريفرنس. كويس. الناس ادولنا ارقام بالرقم كده. كويس. لو انا بتغذى دايت حلو انا مش محتاج. اوكي. لكن في الظروف اللي احنا فيها دي، ان انا احسن الاميونيتي بتاعتي، لا هاخد اكسترا في الظروف دي، في هذه الظروف. لكن انه انا في الحاله الطبيعيه ايه الار دي اي بتاعي بالنسبه لفيتامين سي؟ لو هنتكلم على السيدات، بنقول انه 75 ملي جرام يوميا، ده اللي هو فيتامين سي. حلو قوي. زي ما احنا شايفين سيدات سيدات. اوكي. بالنسبه للرجال 90 ملي جرام يوميا. ده الفيتامين سي يا دكتوره؟
ده فيتامين 90 ملي جرام، ده انا شايف الدنيا مكسره يقول لك 1000 ملي جرام و500 ملي جرام فيتامين سي. ده بقى حرام جدا، والناس عماله تشيل بال1000 والملي و500 ملي، يعني ما ايه ده؟ لا دكتور وائل، هو السلايد اللي حضرتك عارضها دي كمان المفروض انه في الابر ليميتس بتاعت انه انا ما تعداش ده، في حاجات ال1000 ده للناس العيانه، الناس اللي دخلت مستشفيات احنا بندي لها بدوزس عاليه، دي مش شغلتنا. يعني ده مش ادفانتج او حاجه حلوه ان انا اخد ال1000 واخد دي مصيبه يعني. أوكي. انا كده بعرض نفسي انه انا اتعرض لحاجه اسمها توكسيستي او سميه من الدواء. بالظبط كده، فانا عشان ما اعملش حاجه غلط. ده اعرف ناس كانوا بياخدوا بال10 تقراص 1000 وكلام كده. ايوه يعني. ما هو الموضوع قلب بهستيريا مع الناس، فهو الصح انه انا هاخد في حدود اللي الريفرنس اللي جسمي محتاجه. تمام. لا ينفع ازود ولا ينفع انقص. بس فرق كبير جدا، ده احنا بنتكلم في 90 ملي، بكبرنا 90 ملي، في ناس بتتكلم على 1000 ملي جرام، فرق كبير جدا. لا لا كل لا. ده حمل على الكبد وعلى الكلى وعلى جسمي، كل حاجه كل حاجه مشان حاجه يعني عكس النتيجه هي اللي بتحصل. تمام. ده بالعكس، ده بما يخص الفيتامين سي اللي في ليميتلس. فيتامين سي. طب الزنك بقى، الزنك المفروض ان هو 8 فور فيميلز 8 ملي جرام 8 ملي جرامز اند 11 ملي جرامز فور في فور ميلز. بتكلم في يعني حاجات الفيميلز اقل يحتاجوا اقل. هي اسمها تريس اليمنت، زي ما تريس اليمنت يعني اللي هي العناصر ماي يعني مينوت اماونت يعني كده كميات قليله جدا جدا. لما اقول ماكرو انا لازم اكل حاجه كبيره تبقى كاربس بروتينز، دي اللي بناكلها بكميات كبيره. مايكرو اللي هي كميات قليله صحيح، هي اسمها تريس اليمنت علميا، تريس اليمنت يعني بنحتاجها او مايكرو نيوتريانت. بس المشكله ان الزمن ده كلنا اصبحنا فاست فود جانك فود، بناكل كده، بناكل حاجات متلجه، حاجات مش عارف ايه، ما بناكلش الاكل الصحي اللي 100%. بالظبط. فلذلك وجب علينا دلوقتي ان احنا ناخد حاجه جاهزه بهذه المعادن وهذه الفيتامينز بس بنسبه صح وبنسبه ما تاثرش كمان على الكلى والكبد. صحيح كده؟ حقيقي، لانه زمان احنا كنا بنتبع نوع من انواع الدايت اسمه الميديترينيان دايت اللي هو رجيم البحر المتوسط. كنا مصر وايطاليا اسبانيا دول كانوا بيتبعوا هذا النوع من النظام اللي هو غني بالخضروات بالبقول. طبعا يعني الزنك، احنا بالنسبه للزنك موجود في ايه الزنك بالنسبه لي عشان برضو الناس اللي عايزه تاكل صح. فيتامين سي هنتكلم عنه، موجود في البرتقال، الحمضيات، الكيوي، الفراوله، فلفل الوان، بروكلي، كلها حاجات موجوده عند بتاع الخضار. ارنبيط. صعب الواحد ياكل ده. ارنبيط. امال الزنك فين؟ الزنك موجود في اللحوم، الفراخ، السمك، موجود في البيض، موجود في البقول، عدس وفول اللي سبناهم. تمام. عدس وفول، ما هو رجيم مصر زمان ما يخلينيش جسمي محتاج حاجه، لكن احنا دلوقتي اولا بنعتمد على الجانك فود، الحاجات انواع الدايتس الجديده التي تفتقر كثير من للأسف. الفاكهه والفيجيتابلز يبقى انا ما عنديش فاكهه. استخدام الليمتلس دلوقتي هو يعني استخدام رئيسي مصر بالذات كمان عشان خاطر المناعة في هذه الأيام عشان الإيميون. دكتورة أنا بشكرك شكرا جزيلا، قد إيه الفقرة جريت بسرعة، بس أنا استفدت من حضرتك كتير والله. إن شاء الله بإذن الله أنا أوعدك إن أنا هستثمر في مناعتي. وكمان يعني اسمحيني كمان أوجه لكل المشاهدين، لازم تستثمر في مناعتك، لازم، لأن ده خلاص أصبح لينا فرض عين. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة سمر حمدون أخصائية التغذية العلاجية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. سعيدة إن أنا كنت معاكم النهاردة يا دكتور وائل. الشرف كله ليا يا فندم.